مع كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة يلقيها سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أبيه سيدنا إبراهيم وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين. معالي الدكتور الأخ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليس غريباً أن نناقش في هذا المجلس الموقر فقه بناء الدولة برؤية عصرية على منصة جمهورية مصر العربية الشقيقة التي خلد القرآن الكريم ذكرها بقوله على لسان نبي الله يوسف عليه السلام حين قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلقد قامت على أرض مصر الحبيبة دولاً، لقد قامت على أرضها دول حضارية عريقة تمتد جذورها إلى آلاف السنين، حققت لشعوبها استقرارها وازدهارها، وأفاضت على الإنسانية من علومها وخيراتها، وهي لا تزال قدوة للدولة المدنية الحديثة، وتحظى بمكانة ريادية في الساحة العربية والإسلامية والدولية. فألف تحية مفعمة بالحب والتقدير نتوجه بها إلى الحضن العربي الكبير، مصر العروبة والأديان، مصر الأزهر والأخوة الإنسانية، مصر الحضارة والريادة، التي تلقى كل الدعم والتأييد من شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة. أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة، السيدات والسادة، لقد تحدث العلماء والفقهاء عن فقههم لوظيفة الدولة مستندين إلى فهم صحيح للآيات القرآنية وإدراك واقعي للسيرة النبوية، ولخصوا وظيفة الدولة في عبارتين هما: حراسة الدين وسياسة الدنيا. فحراسة الدين تضمن بها الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر، وأما سياسة الدنيا فأبوابها واسعة والاجتهادات فيها متجددة تخضع لتطور الزمان والمكان، ولكنها مهما تطورت وتغيرت فلا بد أن تحقق المقاصد الإنسانية الكبرى في حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ الوطن. وإن هذا الفقه الحضاري لبناء الدولة قد تعرض لتشويه في فهمه وتطرف في طرحه من قبل جماعات تنسب نفسها إلى الإسلام وتعتبر الجنة حكراً على من يعتنق مفاهيمها المنحرفة وترتكب باسم الدين أبشع الجرائم الإرهابية، وتتبنى في إقامة دولتها الإسلامية المزعومة تفسيرات مغلوطة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، فقسمت العالم إلى دار إسلام ودار كفر، وأطلقت شعارات الحاكمية
والولاء والبراء، وقامت بالاعتداء على غير المسلمين في ديارهم، إضافة إلى أنها فرضت وصاية التطرف على المجتمعات، وصنعت التنمر الديني اللفظي منه والسلوكي، وكفرت وقتلت من يختلف في مع فهمها المتطرف من المسلمين، ونشرت الفوضى والرعب ضمن استراتيجية إدارة التوحش، واستدعت من التاريخ المظلم استعباد الإنسان للإنسان وإحياء الرق وسبي النساء، وعملت على إنهاك الدول الوطنية القائمة بضرب بناها التحتية ونهب أموال مؤسساتها وتفجير الأماكن واختطاف الأطفال وتجنيدهم وإشراك مرتزقة العالم في ارتكاب الفظائع والجرائم. ففي ظل هذه الدولة الإسلامية المزعومة ضاعت مقاصد الإسلام، ولم يعد الناس آمنين على أنفسهم ولا على بيوتهم وأموالهم ولا على أعراضهم وأبنائهم ولا على دينهم. السيدات والسادة، لقد تجسد الفقه المعاصر لبناء الدولة في صورتها الحضارية على أرض الواقع في تجربة بلادي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام مؤسس الدولة والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مع إخوانه الحكام ببناء دولة عصرية حديثة قوية الأركان شامخة البنيان، تسخر إمكاناتها لبناء الإنسان، ويتفيأ ظلال حضارتها كل من يعيش على ترابها، مواطنين ومقيمين، زائرين ومستثمرين، وتستند في دستورها إلى فهم عميق لصحيح الإسلام الذي يدعو إلى احترام كرامة الإنسان مراعاة لإنسانيته، وتأسيسا على هذا المبدأ القرآني: ولقد كرمنا بني آدم. فإن دولة الإمارات بنيت على أساس التعارف الإنساني، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن حكومة بلادي قامت بالترجمة العملية لمعنى التعارف الإنساني، فأصبحت لا تميز في أدائها للحقوق وعطاءاتها الإنسانية بين دين ودين، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين أعراق وألوان، ولا بين جنسيات وأقوام، كما أن الفقه القرآني لبناء الدولة ينص على أنه لا إكراه في الدين. وتطبيقاً لهذا المبدأ الراقي، ضمنت قوانين دولة الإمارات حرية المعتقدات واحترام المقدسات وممارسة الشعائر الدينية براحة واطمئنان، ورسخت في أبنائها قيم التسامح والعطاء، وحققت في مجتمعها العدل والرخاء، واستأنفت مسيرة الحضارة بالعلم والبناء، ووصلت إلى المراكز التنافسية بالتميز والابتكار، وأقامت علاقاتها الدولية على التعاون الإنساني والاحترام المتبادل، وصنعت لشعبها سمعة عالمية طيبة، فأصبحت معظم دول العالم تفتح لشعب الإمارات حدودها وقلوبها. السيدات والسادة، إنني أقترح على مجلسكم الموقر أن يوصي بإعداد الدراسات لإنتاج وإعادة إنتاج الفقه الإسلامي الحضاري، وتصحيح التشوهات التي ألصقت به جراء الفهوم القاصرة والتوجهات الحزبية الضيقة وطرق التفكير المتطرفة والممارسات الإرهابية المجرمة التي تتبناها أو تؤيدها جماعات الإسلام السياسي. وإن إعادة إنتاج الفقه الإسلامي الحضاري تأخذ بعين الاعتبار ما يلي: أولاً، مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البشرية، والتخلي عن منطق المواجهة والتناحر، والانتقال إلى منطق التضامن الإنساني من أجل سعادة العنصر البشري. ثانياً،
ضرورة إسدال الستار على مفهوم دار الإسلام ودار الكفر في إطاره التاريخي، فقد أصبح الإسلام موجوداً في كل بقاع الدنيا، يعتنقه الإنسان بقناعته العقلية وإرادته الحرة، ولا توجد بقعة جغرافية في الأرض تمنع المسلم من ممارسة شعائره الدينية وعبادة ربه سبحانه وتعالى. ثالثاً، العمل على ترسيخ فقه المواطنة التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة المنورة، والتي ينادي بها منتدى تعزيز السلم بدلاً من المفاصلة الدينية والمذهبية والطائفية التي يتمسك بها المنغلقون المتطرفون. رابعاً وأخيراً، التأصيل لفهم نظام حكم الخلافة الإسلامية في مرحلتها الزمنية المباركة وتناسبها مع واقعها التاريخي، وإبطال زيف رفع شعاراتها مطية لتحقيق أغراض خاصة تقوم على الارتزاق الحربي وتشويه مقاصد الشرع الحنيف. أشكر لكم حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.